الوعد اف ام مش بس كلام. صباح الخير مستمعين إذاعة وعد، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيوا على موضوع اللي هو موضوع سنقدم لكم نفسي، دكتور خالد شفرة، طبيب عام مختص في الطب الاستعجالي، رئيس قسم سابق في المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة. دونك اليوم باش نحكيوا على موضوع كبير برشا، موضوع اللي هو مشكل في الصحة العامة اللي هو مرض السكري اللي توا استفحل. شوفوا نحن فماش انسان في العائلة نتاعه وفي جيرانه ما عندوش، يقول لك انسان يا عنده السكر ياخذ دواء السكر وما يساعده السكر. السكري ولا حاجة توا شائعة برشا، والمشاكل تاع السكري هي أول حاجة، المشكل الأول هو الزيادة في الوزن، والثاني حاجة هو الكمبورتومون هي اليمونتير، معناها طريقة التغذية نتاعنا كيفاش تكون. اللي نحن عادة شعب في تونس ولا في ليبيا ولا في الجزائر ولا في المغرب العربي الكبير نستهلكوا، حتى بالعرب بصفة عامة نستهلكوا برشا سكريات. كي نسمع سكريات فهم برشا يقول لك السكر هو السكر نحطوه في القهوة نحطوه في القهوة، لا مش هذا. السكريات فما السيكل لونغ معناها الطويل وفما القصير، يعني نحكي على السيكل الطويل اللي هي موجوده في المكرونه والكسكسي وخاصه في الخبز ومعضل الخبز. نحن في تونس وفي في البلدان العربيه الخبز نستعملوه، قول علينا نستعملوا في ملعقه مغرفه، معناها ناخذوا باش ناخذوا مرقه ولا باش ناخذوا سلطه ولا شيء نبداو ناكلوا فيها بالخبز، نستعملوا في الخبز كملعقه. نجيو نشوفوا لقينا استعملنا كيلو خبز من غير ما نشعروا. دونك استعمال الخبز واستعمال السكريات البطيئة هو بصفة كبيرة برشا من سبب هام وهام جدا في المرض في بالسكري في عمر معين. هو راه السكري فيه نوعين، فمن النوع الأول تيب A، نوع الصنف الأول صنف A اللي هو مربوط بالبنكرياس والأنسولين، وهذا يظهر عند الصغار. وفما النوع الثاني هو الصنف الثاني اللي هو مربوط بحالة متاع ريزيستانس، معناها الإنسان اللي هو الوزن نتاعو أكثر من اللازم، البدن نتاعو يزمو كمية كبيرة متاع أنسولين باش يوصل لنفس النتيجة. البنكرياس يبدأ يخدم وكل يوم يخدم ويخرج في أنسولين أكثر من الطاقة نتاعو، اللي يجي نهار يولي يتعب ويولي معاش ينجم قادر باش يعطي للبدن حاجاته في الأنسولين، وقتها ينتشر ويظهر السكر عند البريد. العلامات الأولى تاع السكري هي أكثرية الأحيان نكتشف السكري وقت اللي نعمل تحليل. واحد يجي باش يعمل عملية باش يدخل الخدمة باش يعمل كذا، ولا نعمل تحليل نكتشف السكر. اكتشاف أكثر الحالات اللي نكتشف السكر هو ما يعطيش في الأعوام الأولى، ما يعطيش أعراض واضحة. دونك وهذه خلينا تو نطرق الموضوع، كون يلزمنا نعملوا تحاليل خاصة إنسان يفوت 45-40 عام، ماذا بينا مرة في السنة يحلل على أعضاء حياته منهم السكر. دونك خاطر السكر نكتشفوه في التحاليل، خاطر في غالب الأحيان ما يعطيش علامات، لكن وقت اللي يستفحل ويطول وقتها يولي يعطي علامات، اللي هي إنسان يشرب برشا ماء ويخرج البيت الراحة في الليل، يقوم 3-4 مرات يدخل بيت الراحة يتبول، وفي النهار يشرب برشا ماء. دونك هذه العلامات الأولى نتاع السكري. ماذا بينا دونك الموضوع هذا ناخذوه بعين الاعتبار ونردوا بالنا من الزيادة في الوزن، وماذا بينا نعملوا تحاليل دورية مرة في العام، خاصة إنسان يوصل لعمر معين فوق 40 سنة بصفة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعد اف ام مش بس كلام.